متعلم في العالمية في المكتبة العمومية بالرياض. الفرق اللي كان كبير برشا ما بين النهار الاول اللي كنت ما نعرفش حتى كيفاش نحلل الاورديناتير، ما نعرفش شنو هو من المكونات تاعها، ما نعرفش ايش يعملوا به خلاص. وتوا الحمد لله رجعت نعرف كيفاش نكتب اسمي، كيفاش نحل فيسبوك، كيفاش نكتب نص، كيفاش نعمل التصاور، كيفاش نسجلهم على الدوسي تاعي، كيفاش نبعث الانامي، كيفاش نستقبل ديزامي، كيفاش وحدين نحب نستقبلهم وحدين ما نحبش نستقبلهم، كيفاش نعمل. الحمد لله تعلمت برشا حاجات.